التلتي. كوبي عرضية يوفيتيتش إمكانية التعديل. برافو فيرنتينا كيريسون المهاجم البرازيلي المعار من البارسا يقول كلمة التعادل في آخر اللحظات. فيرنتينا بهذه الروح يستحق التعديل، يستحق المكافأة. فيرنتينا الفريق الذي حاول مرارا وتكرارا من أجل انتزاع هدف التعديل وبالفعل يتمكن من ذلك في آخر اللحظات. كيريسون اللاعب البديل في الوقت البديل يتمكن من التعديل أمام الإعادة. فرصة تهيأت لكيريسون اللي كان في مكان مناسب تمكن.